أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لايف ونناقش فيه اليوم. اضطرابات أمنية لا تنتهي واحتدام المواجهات العسكرية وتعثر العملية السياسية، ثلاثة أشكال لمعاناة ليبيا. هذا هو موضوعنا الأول في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. أما في الموضوع الثاني، بدء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، وقيس سعيد يوقف حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية. موضوعاني في لايف لحلقة اليوم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عملية سياسية في غرفة الإنعاش وتزداد كل يوم سوءا، أوضاع أمنية هشة جدا وتزداد في كل يوم هشاشة، وتحولات ميدانية هامة على صعيد العمليات القتالية بين الجيش الوطني والوحدات المساندة له من جهة، وبين التشكيلات المسلحة من جهة ثانية. ثلاثة مسارات للحالة الليبية: مسار سياسي، وثان أمني، وثالث عسكري. يحدد شكل المسار الأول وينعكس إيجابا أو سلبا على المسار الثاني، والأهم أن المسارات الثلاثة متداخلة جدا ويصعب تفكيكها تفكيكا مستقلا. نحاول في الجزء الأول مشاهدينا الكرام من حلقة اليوم أن نفتح أهم الملفات السياسية، وأن نتطرق بإيجاز إلى التطورات الميدانية، وأن نسأل كذلك عن أسباب الهشاشة الأمنية مع ضيفنا الكريم العزيز السيد عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام سابقا، معنا بالصوت والصورة من الولايات المتحدة الأمريكية. سيد عبد المنعم، مرحبا بك، تسمعني بوضوح؟ السلام عليكم، مساء الخير سيد طاهر، نسمعك. أهلا بك، نحن في انتظار الصورة، أتمنى من سيد المخرج يعطينا الصورة الآن. طيب، الصورة تصل بشكل واضح جدا، شكرا لتلبية الدعوة وصباح الخير من جديد. نحن ننقذك في الصباح سيد عبد المنعم اليسير، ولكن نشكرك دائما لتلبية الدعوة، هذا حقك الأدبي، نقولها لحضرتك على الهواء مباشرة وأيضا تحت الهواء تقديرا لقبولك الدائم لطلبات 218 نيوز. نقاط كثيرة سوف نتطرق إليها في الجزء الأول، بس نركز في هذا الجزء الأول معك على الجانب السياسي، ودعنا نبدأ معك على اعتبار أنك تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، بزيارة الوفد الليبي إلى نيويورك وأيضا كلمة فايز السراج، هل كان لها صدى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهل أثرت على الإدارة الأمريكية وعلى صناع الرأي في الإدارة الأمريكية؟ وهل برأيك سيد عبد المنعم اليسير هذه الكلمة لفايز السراج التي وصفت بأنها كلمة صقورية سوف تؤثر سلبا على القيادة العامة؟ تفضل لك كل المساحة. لا بالعكس، السلام أولا، السلام عليكم، مساء الخير لسيد طاهر للمشاهدين الكرام. وأولا أسمح لي أغتنم كل فرصة لكي أترحم على أرواح شهدائنا من جنود ضباط صف وضباط قوات مسلحة وكل المواطنين الشرفاء المساندين لهم في هذه الحرب، حرب تحرير الوطن. المؤسف أن والواضح أن السيد السراج ليس له إرادة شخصية وليس له أي مبادرة لأخذ بزمام الأمور. كل ما يخرج عن السراج هو إملاءات من مجموعات وشخصيات أخرى. قبل أن يقوم السيد السراج بإلقاء هذا الخطاب، قرأنا وتابعنا ما كان يكتبوه ويقولونه جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا، وما سمعناه من قبل حتى بشهر من الموعد هو نفس الكلام. ما اللي قرأه السراج هو نفس الكلام اللي كان يتداول مع بين جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا، والذين يتحركون بأموال الشعب الليبي على فكرة، يعني بتمويل من السراج، ويقومون بتأجيج الموقف الدولي ويحاولون تأجيج الموقف الأمريكي ضد القوات المسلحة وضد القوات المساندة لها وضد التيار الوطني، وينشرون الأكاذيب ويقومون بتضليل محاولات تضليل الصحافة
والرأي العام والأصحاب اتخاذ قرار في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني للأسف الشديد السيد السراج يبدو أنه يفتقد إلى القدرة على المنطق والعقل والتمييز، لأن وجوده أصلا غير شرعي، وجوده من أصل الموقف هي الحكومة إن كان وجدت ولا أي وجود شرعي اسمها حكومة الوفاق. يعني المجتمع الدولي كان ماشي في هذه المسرحية التي يعني تم تطبيقها على الشعب الليبي للأسف الشديد، يعني تدليسا، على أساس أنها مجلس رئاسي لحكومة وفاق، وكل ما يسمعون من السيد السراج أنه هو يعمل على الوفاق. عندما يأتي للأمم المتحدة ويقوم بتقديم هذا الخطاب الذي يقول فيه لصناع القرار والمجتمع الدولي بصفة عامة أنه ليس قدرة له على الوفاق، ولا وهو فشل في المرحلة في المهمة الأساسية أنه يكون دافع ورائد لبرنامج الوفاق، إذن فهو قدم ضمنيا قدم استقالته لهذا المجتمع الدولي الذي كلفه، لأنه لم يكلفه الليبيين، كلفه ولم يكلفه المجتمع الدولي أصلا، أنه كلفه كلفات يعني قوة دولية للأسف الشديد بمسرحيات قاموا بها الليبيين لا تهمهم مصلحة الوطن، لأنما تهمهم أنهم هم فيه اللي ومجموعات طبعا نقولوا هم ليبيين بس للأسف الشديد لا انتمائهم مجرد أنك أنت تطلق عليهم أنهم ينتموا لليبيا يعتبر إهانة لهم، لأنهم بعقيدتهم لا ينتمون لأي وطن. فالتقى هذا الحلف الذي لا وطن له، والحلف الذي يلهث على الوظائف والمناصب والأموال والاعتمادات ليأتوا بالسراج ويدبقوا هذه المسرحية لهم. طيب. أتوا به نعم. فلهذا ملخص الحديث أن ملخص الحديث للجواب على سؤالك الصدى سلبي جدا، وهو طبعا وفي الواقع المجتمع الدولي لا يكثر، القوة الدولية الرئيسية هي التي تتابع، يعني بوتسوانا ومش عارف حتى في الدول في الاتحاد الافريقي، يعني كل دول عندها مشاكلها وعندها يلتلها في روحها، اللي مهتمين بينهم الداعمين لقوى الارهاب، دولتين داعم الارهاب، والدول المجتمع الدولي الباقي التي هي تعلم يعني القوى الدولية مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها وروسيا يعلم أن هذا البرنامج بما يسمى ببرنامج الوفاق الذي قاموا به فاشل ولم ينتج أي شيء، وهم على يعني اتفاق على أن الحل الوحيد الآن هو ما تقوم به القوات المسلحة من تحرير ليبيا من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية التي على رأسها السراج الآن، ومجرد وقت على أساس تنتهي هذه القضية ولا إذن هذه الكلمة وهذه الزيارة المطولة لرئيس المجلس الرئاسي والوفد الليبي إلى نيويورك، وحتى حديثها لأكثر من وسيلة إعلام وفي أكثر من منتدى، لم تؤثر ولن تؤثر على مسار العمليات العسكرية، وأيضا لن تشوه القيادة العامة. أكيد، لأن الحقيقة واضحة بالنسبة لأصبحت واضحة جليل الوضوح. يعني من بداية الاشتباكات، بداية تلقى عملية طوفان كرامة، يعني قامت صحف وكتاب وصحفيين مهمين جدا مهتمين مثل كيرك باتريك بإيضاح الأمور، من الذي يقاتل فيه على صفوف السراج. فلما اتضحت الأمور أن السراج وما يسمى بحكومة الوفاق مجرد يعني مسرحية، وما هي جديدة طبعا على المجتمع الدولي، القوة الدولية اللي تتابع في ليبيا يعرفوا كل ما تجي حكومة جديدة
يلاقوا رئيس الوزراء وغيرها من علي زيدان و وطبعا يعطوهم الصوره على سنة لما يجوا حتى زياره يشوفوا في ناس لابسين بدله عسكريه وشرطه مش عارف ايش يحسبوها فعلا يعني، وبعدين يكتشفوا ان كلها يعني مجرد مسرحيات، ومن يرتدي ملابس الشرطه ولا حتى ملابس العسكريه ويقوم باداره المطارات هم مجرد عصابات يعني مسلحه. ولهذا الخديعه يعني يقوموا بها مره ثانيه على المجتمع الدولي. كل اخيرا اتضحت الامور في الاشتباكات، لان ما فيش كل من ما كان يدعوه من مجلس رئاسي، مجلس هذا حرس رئاسي مش عارف ايش ورئيس اركان، وكل هذه المسرحيات كشفت انها مجرد خديعه على ارض المعركه، وان من يحارب وان القوه الموجوده على الارض لا تمتلكها اي حكومه، لا حكومه سراج ولا غيرها، هي قوه ميليشيات والدوله مختطفه بالكامل. وهذا اصبح واضح وضوح الشمس للمجتمع الدولي بالذات القوه الدوليه. ولهذا ياتي سراج للمجتمع للجمعيه الامم المتحده وياتي بخطاب من ضرب خيال الجماعه اللي خططوا له، وهو يلقيه مثل الببغاء ويذهب ولن يحدث اي شيء. الشيء المهم هو اللي ينتظره المجتمع الدولي هو انجاز المهمه من قبل القوات المسلحه العربيه الليبيه لكي وترى سيد عبد المنعم، وترى ان المجتمع الدولي سيسمح للقياده العامه بان تاخذ من الوقت ما تشاء لانهاء هذه العمليه العسكريه؟ طبعا المجتمع الدولي يعني يتحفظ لإطالة الوقت، لكن ما يخشاه أكثر هو يعني تأزم الموقف الـ يعني الإنساني والأضرار المدنية. فلهذا شروط الاشتباك واضحة وضوح الشمس بالنسبة للجميع يعني بما فيها قيادة عامة قوات مسلحة، أن لابد ان تكون هذه مثل العمليه الجراحيه يعني، حتى تاخذ وقت مش مشكله، بس اهم حاجه المخطط واستراتيجيه القوات المسلحه واضحه بالنسبه للمجتمع الدولي، يا الجهات المختصه والخبراء والناس اللي يستشيرهم صناع القرار يفهموا فاهمين المخطط يعني بصفه عامه، خطوط عريضه على اساس ان ما تقوم به القوات المسلحه هو يعني عمليه جراحيه لاستئصال هذا السرطان باقل الاضرار ممكن. ولهذا تحتاج الوقت، وما علينا الا بالصبر، لان ما زرع في منذ 2011 من هذا السرطان المتوغل الذي استعمل أموال الشعب الليبي لكي ينمو يصل إلى هذه لهذا الحجم. طيب. ولهذه ويعمل ويضرب مثل هذه الجذور. فلهذا هذه عملية ليست بالسهلة يعني، لابد من استئصالها، لأن نعم تفضل سيدي. طيب أوكي، هو أيضا في نقطة أخرى سيد عبد المنعم اليسير، أنه بالحديث عن المجتمع الدولي هنالك الأمال يعني تبدو كبيرة وتبدو معلقة سيد عبد المنعم اليسير على مؤتمر برلين، هل برأيك هذه الأمال واقعية أم أنها آمال حالمة ولا تنظر إلى الواقع بعين يعني متفحصة؟ الواقع هو الموجود على الأرض، أما ما حدث في نيويورك وما سوف يحدث في برلين لن يتغير أي شيء. الجميع يعرف أن عندما يكون هناك حل سياسي لقضية صراع مسلح بين أطراف، لابد أن يكون هناك الجماعات المسلحة التي هي يعني مشتركة، لابد أن يكون فيها طرف، كل طرف له قيادة سياسية موحدة، قيادة سياسية لها اتخاذ يعني فرض هذا القرار السياسي على القوة المسلحة لكي ينتهي الاشتباك. تحليل العام الكامل الشامل لما للقوة التي تسمي نفسها هذه قوة الافواق أنها ليس لها قيادة سياسية موحدة، هم يحاولوا يقولوا لك لأن احنا عندنا ديمقراطية، يعني زي ديمقراطية الاغتيالات في وضح النهار
وارهاب المواطنين ولا ايش؟ يعني القضيه ومعروف ان ما فيش، يعني لو الان جلسوا اطراف سيدي يجيبوا من هم سوف يجلسوا، قديش فيه كتيبه وقديش فيه توجه وقديش فيه، هل الدواعش والارهابيين اللي حاربوا في الجبهه الان في صفوف هذه الميليشيات، هل يوقفوا الحرب ولا يفهموا هم يعترفوا باي هدنه سياسيه ولا برنامج سياسي؟ مستحيل. وبعدين ما صدر أو ما يصدر عن الطرف الإرهابي الميليشياوي أنهم لن يتفاوضوا مع، لابد أن يرجع العدوان ومش عارف إيش، كأن يعني هذا طيب. تصريحات واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي أن الطرف الإرهابي الميليشياوي نعم. لن يكون معه مفاوضات سياسية ناجحة. طيب. نعم. هنالك أيضا برغم هذه القناعة سيد عبد المنعم ياسير التي بت تراها بشكل واضح، إلا أن هنالك تصريحات تدعم البعثة الأممية، تؤيد البعثة الأممية في مسار الحل السياسي، ودائما هذه الأطراف تؤكد أنه لا يوجد أي حل عسكري للحالة الليبية، وأن الحل لن يكون إلا سياسيا ومن خلال مائدة المفاوضات. أولا، هل ترى اليوم وفق الواقع أنه من الأنسب التعويل على فكرة الحل السياسي؟ وثانيا، هل ترى أنه من الأنسب اليوم التعويل ومنح الثقة لغسان سلامة على الرغم من كل التجارب السابقة؟ المجتمع الدولي يعرف أن الواقع إذا أردت أن تقوم بأي تنفيذ أي برنامج وحل سياسي لقضية صراع مسلح، لابد أن يكون هناك نية واضحة من الأطراف المتصارعة أن هي تنهي الصراع، وأن لها يوجد لها طريق سياسي. قضية الليبية لا توجد لها طريق سياسي، لأن ما هو الطريق السياسي؟ أنت في الحروب الأخرى، لو هذه لو صارت في 2011 كانتهت القضية، لأن معروف في طرفين سياسيين يتقاتلوا وتنتهي. لكن الآن القضية هي ما بين شعب وقوات المسلحة وما بين جماعات إجرامية إرهابية يعني جماعات تهريب، جماعات. هل كان هناك حل سياسي لقضية تهريب المخدرات في كولومبيا وكل هذه الجماعات؟ لم يوجد أبدا. ما زال حل، ما فيش إلا الحل العسكري، ما فيش يعني. لكن المجتمع الدولي عندما يتخلى عن موضوع، حتى موقفه أنه هو ما لا يوجد حل سياسي، يورط نفسه مباشرة في تحمل مسؤولية ما هو الحل الآخر، ما هو الحل إذا كان مش حل عسكري، إذا كان الحل مش سياسي، ما هو لن يأتي لدى الحل العسكري؟ معناه الحل العسكري لابد أن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن في الأمم المتحدة مستعد أنه يتحمل هذه المسؤولية؟ فلهذا هم يراوغوا، ويعني كل دولة نعم. وتعزيز الثقة لغسان سلامة، الشق الثاني من السؤال. تعزيز الثقة لأن ما فيش حد ثاني مستعد يأخذ هالوظيفة هذه، اللي هي طبعا كلها كلام وما فيش قدرات لها، ما فيش إمكانيات لها، ومجرد أنه هو اشترى وقت ومراوغات. غسان سلامة جير طرابلس من فترة وقال أنه هو يعمل جاهدا على فتح إبقاء على مطار معتيقة مفتوح، وهو جالس مع الجماعة اللي هم يخططوا لإقفال مطار معتيقة في نفسه. هو يعرف أنهم هم ينافقوا فيه، وعارف أنه هو ما عندهش حل تاني إلا يقولوا لهم الكلام اللي يرضيهم بيش يردي جمال أطراف. بس الرجل عنده تصريح في الشرق الأوسط، يعني فيه تطور نسبي. سيد عبد المنعم اليسير، الرجل في تصريحات تناولناها نحن في 218 يقول الميليشيات في طرابلس، هكذا باللفظ حسب ما هو موجود، ونحن هنا ننقل ولا نتبنى، الميليشيات في طرابلس قوضت عمل حكومة الوفاق وهي ليست وليدة اللحظة، ويجب معالجة ظاهرة الميليشيات المنتشرة في العاصمة منذ أعوام. وأشار كذلك إلى أن هنالك رغبة في ليبيا لتوحيد الجيش والشرطة. هل هو الآن يتقدم خطوة للأمام؟ هل هو اليوم بات يعني على قناعة بأن هنالك بالفعل
معضلة رئيسية وهي معضلة السلاح المنتشر والتشكيلات المسلحة الفوضوية، وبأن التعامل معها يجب أن ينطلق من منطلقات أمنية وليست منطلقات سياسية كما تشدد دائما. هو يعني التناقض الغريب يفرض نفسه على السيد غسان سلامة. السيد غسان سلامة مثل اللي يمشي على قشور بيض، يعني مش قادر، كل ما حصل فرصة لما يتكلم باشاغة ويقول او ميليشيات. هو باشاغة طبعا مقصود منه انه هو امور اخرى، ما مش ينتقد في الميليشيات في صفه عامه، يغتنم الفرصه سيد غسان سلامه ويقول ان ميليشيات مش عارف ايش، باش يعني بطريقه اخرى يوضح نفسه انه هو متفهم للراي الاخر، انه في متفهم ليه وان في مشكله، ويجد وطبعا من انه هو لا تسجل لا بس عليه بس لم بس اعتراف على اعتراف على اعتراف على اعتراف يفرق. سيد المنعم ياسر، هذه ركيزه يعني يفترض انه يبنى عليها هذا الاعتراف من غسان سلامه. اعتراف نوعي وليس هو معترف، هو عارف الكلام هذا، هو معترف اصلا، هو معترف ضمنيا، لكن السؤال من هم اللي حاربوا تو الان في صفوف ما يسمى بحكومه الوفاق؟ مش هي الميليشيات نفسها؟ يعني كيف انت في جهه تقول الميليشيات هي اللي القوه التي يعني تقوض عمل حكومه الوفاق وتقاوم العدوان على طرابلس وغيرها، ومن جهه في نفس الوقت هذه قوضت حكومه الوفاق؟ يعني كيف المنطق؟ وين العقل هذا؟ ومنهم وعلى فكره سيد عبد المنعم، وهذه حادثه طبعا تعمم بكل تاكيد، ومنهم الشاب الذي قتل البكوش في السراج، بكل تاكيد تابعت الفيديو. بالتأكيد تابعت الفيديو، أنا شخصيا يعني تعرضت لما كنت لحظات قريبة من يكون مصيري مثل هذه كعضو مؤتمر، مش حتى مش اليوم، من 2013. يعني احنا قليلين من أعضاء المؤتمر في سبيل المثال، مش اليوم، 2013 لم يتعرضوا إلى محاولات يعني كانت تؤدي بحياتهم بأبشع الطرق، لأن البلاد يعني مغتضة بالإجرام والإرهاب وكل، وهذا هم اللي المواطن الليبي تحت إرهاب للأسف الشديد، ميليشيات يعني فيها شباب متهور، وشباب يعني مفروض أن يكون فيه يعني موجه للتعليم والتدريب والبناء، مش استعماله كإرهاب. يعني لما نشوفوا أب يخرج ويستند على مرجعية دينية عقائدية على تبرير ما يفعله ابنه، وأنه ربما كان يدافع لنفسه وخائف أن السلاح، لأنه راجع يقولها بصريح العبارة أن هذا الشاب ابنه راجع من الجبهة، يعني جاء بسلاحه في السيارة مع شباب يعني متهور عنده سلاح بالرصاص. هو حتى العسكري النظامي المدرب اللي مسقول لما يحارب في معركة ما يرجعش، ما يروحش ببيته بسلاحه بإطلاقات، ما يرجعش به. لكن هذا الإنسان الذي يستند على مرجعية دينية ويدعي لنا أنه يخاف الله وأنه يتبع شرع الله في النظامي، يا سيد عبد المنعم حنخليك تكمل، في النظامي يعدوا عليهم حتى في الطلقات على فكرة، أنت أكيد عارف. نعم، كل شيء، والإطلاقة ترجع في مكانها، والإطلاقة والذخيرة تصرف في أرض المعركة وكل هذا. ليش؟ لأن الجيوش والأنظمة والأمنية والعسكرية تعرف أن لابد من ضبط هذه الأمور، لأن وجود السلاح وجود الذخيرة في مكان أي إنسان حتى النظامي ممكن تصير حالة زي هذه، ولهذا محافظة على أمن المواطنين. الأب هذا اللي هو مؤدلج وواضح أنه هو ينتمي إلى جماعة إرهابية من كلامه واضح، أنه هو يريد أن يرغمنا هو والمنظومة متاعه، أن يا مواطنين ليبيين هذا أمر واقع أنتم تعاملوا معه، لأن ابني يعني كان يدافع لنفسه، لأنه يدافع عليكم راجع من الجبهة، يعني عيشوا بهذه الفوضى وعيشوا ب زي واحد في ايام المؤتمر قلنا يا اخي راهو كيف الامور، الناس تعرض
هذا شخص من أعضاء المؤتمر اللي ينتمي إلى جماعة ميليشيات يعني منتخب عليهم تقريبا، قال والله هذه هو الأمور دولة ما فيش توا، واللي يجي فيه يصبر ربي. شوف هذا المنطق، يعني اللي يجي فيه يصبر ربي، ما فيش دولة. باهي كيف أنت يعني مش عضو مؤتمر انتخبت باش تقيم سيادة الدولة؟ والله لا مش وقتها، تو ما زال صعب الأمور. يعني هذا هم هذا الحشد الجاهلي الحقيقة المتخلف الذي منعدم فيه الإحساس والعقل والمنطق أن البشر لا يعيشوا في حالة فوضى وفي حالة إرهاب، وأن إذا كان يعني تخلي شاب صغير في العمر يعني في أنه هو يتجول بسلاح وبسيارة وفي أمام الناس وتدافع عليها في حد ذاتها، أنت تعتبر يعني جاني بالدرجة الأولى. اللي يتحمل مسؤولية الجريمة البشعة هذه طيب. ليس الإبن يعني فقط. الآن عندي نقطة أخرى سيد عبد المنعم اليسير، هي 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 نقطة البيانات الدولية وآخرها البيان الوزاري حول ليبيا. لم نشاهد ذكر جملة حكومة الوفاق المعترف بها، وأيضا البيان لم يشر إلى الاتفاق السياسي الموقع في صخيرات 2015 كمرجعية لأي عملية سياسية مستقبلية، واكتفى بوصف الجميع على أنهم أطراف سياسيون. هذا تكرر في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة. هل هذا يقلل من تعويل المجتمع الدولي على حكومة الوفاق، وأيضا يفتح مسار باتجاه صياغة مرجعيات جديدة أو مبادئ جديدة بعيدا عن تلك التي تم التوقيع عليها في الصخيرات في ديسمبر 2015؟ المجتمع الدولي بصفة عامة باستثناء ممكن دولتين راعيات للإرهاب يعول على برنامج واحد، أن القوات المسلحة العربية الليبية تنهي هذه المشكلة وهذه الأزمة. المجتمع الدولي متورط فيما يسمى باتفاق الصخيرات ويريد أن ينظف يديه منه بطريقة تدريجية، وهذا يشوف بها قدامنا. يعني بعد خطاب السراج أتى المؤتمر الوزاري على هامش الاجتماع الهيئة المتحدة، ونتيجته هي أنه لم يشير إلى ما يسمى بحكومة الوفاق، ولا من بعيد ولا من غريب، ولا إشارة إلى أن وجود السراج وغيره. فلهذا يعني إذا كان السراج ومن وراه ومن غيره يعتقد أن المجتمع الدولي مازال يعني يشتري بضاعتهم، فهم واهمين. يعني انتهى الأمر. إذا كان المجتمع الدولي مازال يعول على ما يسمى بحكومة الوفاق، راهو أصدر قرار من مجلس الأمن لحماية هذه الحكومة، ولكن لم يصدر أي قرار ولا بيان، وحتى البيانات نفسها أصبحت تتدرج من يعني تدريجيا إلى عدم الاعتراف بالكامل. يعني المرة القادمة يكون في وضوح شيء واضح 100% أن لا توجد حكومة وفاق. طيب الآن ما هي برأيك، والسؤال الأخير، يعني حكومة الوفاق كيف سوف تتصرف، وما هي الخيارات المطروحة أمامها، خصوصا أنه هذه البيانات الدولية وهذه المواقف التي باتت تتغير من حكومة الوفاق والاتفاق السياسي اعترف بها أيضا وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغة عندما قال أن المجتمع الدولي تخلى عنا، وأنه بالفعل نحن نواجه مشكلة الميليشيات المسلحة التي قوضت بالفعل عمل الحكومة ولم تبني الدولة. هو خلينا نسأل أنفسنا سؤال منطقي. السيد بشاغة هل أتى من السلك الأمني في وزارة الداخلية باش يكون وزير داخلية، أم هو أتى عن طريق الميليشيات؟ أليس السيد بشاغة يعني من قيادات فجر ليبيا؟ أليس بشاغة من هو قائد ميليشيات نفسه؟
يعني لما يتكلم سيد باشاغة ويقول ميليشيات، أي ميليشيات يقصد؟ هو يعني لابد أن نفهم من يقصد. هو يقصد ميليشيات طرابلس، لأن في الميليشيات اللي تابعت له واللي من ضمنها في حالة صراع مستمر مع ميليشيات طرابلس لتقاسم الوزارات والأموال وغيرها. كل ميليشيا تبي تسيطر عليه وزارة ولا غير، فهم يعني من ما يعرفش أن كل الوزارة الفلانية شدتها الميليشيا الفلانية. هم يحلموا الآن يضغطوا عليه يقولوا له لابد أن احنا خلاص معاش نطلع من طرابلس، معاش تجينا وتدير لنا مشاكل تقول أطلع من طرابلس، أراهم معاش نطلع. وهم يوهمين أن هم يعني يصير حل سياسي ويكونوا متواجدين في طرابلس. يعني هذه التصريحات ختاما هي في إطار تصفية الحسابات الشخصية لا أكثر. لا 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 لا، أكثر من حسابات شخصية، هي توزيع كيكة. يعني هم شنو يحلموا أن إحنا جينا وحاربنا حاربنا الجيش ولا اللي هو، وبعدين بتقول لنا أطلعوا من مصراتة لطرابلس ويرجعوا من مصراتة. لا يا باشاغة، فنبوك تطلع وتصرح من توا ان احنا الميليشيات هي اللي ما تنفعش باش نفتكوا من الميليشيات وطرابلس، واحنا اللي نقعدوا في مكان معاش نقعدوا وراه معاش، مش ان نقعدوا ان نصارعوا ونتنافسوا معاهم على الاموال. يعني بوها هيك على طول انت تديرها باش يعني يكون احنا هم ينتهوا واحنا نسيطر على طرابلس. هذا هو الغرض منا، الشيء اخر. سؤال أخير في أقل من دقيقة، العمليات العسكرية ترى أنها سوف تكتمل؟ طبعا ستكتمل قريبا إن شاء الله، والحرب تزداد وتيرتها. يعني القوة الضاربة من القوات المسلحة اللي هي ما زالت بدقة وما زالت تتوخى، يعني تعمل على الحفاظ على الممتلكات والمدنيين، ولكن الواقع أن الحشد الميليشياوي وصل إلى مرحلة الانهيار قريب، يعني وصل إلى مرحلة اليأس، وسوف يصل إلى مرحلة اليأس أكثر، مرحلة اللا رجوع قريبا إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا العزيز أستاذنا الكريم السيد عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام السابق، كنت معنا بصوت وصورة من الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونفتح الملف الثاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد التجربة الانتخابية الرئاسية، توجه التونسيون مجددا نحو مراكز الاقتراع، هذه المرة للتصويت للمرشحين لشغل مقاعد البرلمان الذي ستكون له الولاية التشريعية لمدة 5 سنوات. نناقش في هذا الجزء الثاني مستجدات العملية الانتخابية في تونس، وسوف نطرح الأسئلة المتعلقة باستعدادات الهيئة وتقسيم الدوائر الانتخابية ونسب التصويت وحظوظ المرشحين. النقاش بعد التقرير. انتخب شنو نقولوا البلاد؟ شنو نقولوا البلاد؟ بلادنا مشيت، ما عادش بلادنا. برشا حاجات. خرا وخرنا نحن، احنا قدمنا تو 9 سنين هذا مقدمنا. طحنا في الصفر تو، احنا كنا متدينين احنا كيما تو. عبارة تختصر خيبة الكثير من التونسيين بعد فشل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية في النهوض بالبلد خلال 8 سنوات من الحكم، بل على العكس تفاقمت الأوضاع سوءا اقتصاديا واجتماعيا، في حين اعتبر بعض المشاركين أن هذه الانتخابات تجسد فرصة لاختيار من يمثلهم في الحكومة ويعمل على الحفاظ على سيادة البلد، متمنين أن تنتقل هذه التجربة إلى دول الجوار. وكما نشوفوا لتونس، كما نشوفوا إن شاء الله للجزائر وإلى ليبيا ولا كافة الدول العربية، إن هي تمارس حقها الانتخابي هذايا باش تولي دولة ذات سيادة عربية إن شاء الله.
معظم المراكز الانتخابية بدت شبه خاوية من المقترعين، ونكاد لا نرى على أبوابها إلا مندوبي المرشحين وعناصر الحراسة الأمنية في مشهد قريب مما حدث في الانتخابات الرئاسية التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 45%، وأفرزت نتائجها مفاجأة من العيار الثقيل بترشح وجهين من خارج المشهد السياسي للجولة الثانية في تصويت عقابي بعد أن فقد الشارع ثقته بزعماء الأحزاب والوجوه السياسية المألوفة. مشهد سياسي مشتت قد تفرزه الانتخابات البرلمانية بعد ارتفاع نسبة المستقلين من المرشحين إلى نحو الثلث، ومن المتوقع أن يتكون البرلمان من كتل صغيرة تعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة. أكثر تفاصيل تلتحق بنا بصوت وصورة سيدة مبروكة خذير الصحفية التونسية. مبروكة، مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. كيف تسير العملية الانتخابية حتى اللحظة؟ آسفة، الصوت لا يصلني بشكل جيد. طيب، أعيد السؤال من جديد مبروكة وأرفع الصوت قليلا. أسأل عن العملية الانتخابية حتى اللحظة كيف تسير؟ نعم، هو في الحقيقة منذ ساعة الصباح الأولى توافد عدد من المقترعين على صناديق الاقتراع في العاصمة تونس. نحن الآن في منطقة وادي الليل وهي منطقة على مقربة من العاصمة تونس. طبعا النسبة ما زالت ضئيلة مقارنة بأيام الصباح الأولى. هناك في حدود الساعة 11 صباحا كان هناك نسبة 4.6%. هناك إحصائيات غير رسمية إلى حد اللحظة تفيد بأن النسبة وصلت إلى حدود 10% إلى حدود الآن الساعة 4:45 بتوقيت تونس. نسبة الشباب الذين توافدوا على مراكز الاقتراع نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة من توافدوا من الكهول وكذلك من الشيوخ على مكاتب الاقتراع. ما زالت هذه النسبة تتقدم ولكن بشكل ضئيل جدا مقارنة بالدور الرئاسي الأول الذي كان قد تم تنظيمه. هناك انتظارات كثيرة جدا لدى الناخب التونسي الذي تحدثنا معه اليوم. إصلاحات اقتصادية، إصلاحات اجتماعية، تشكيل حكومة قادرة على رفع التحديات، قادرة على القيام بما يجب القيام به. البرلمان السابق للبلاد التونسية كان قد عجز في العديد من المرات على تحقيق مآرب ومطالب الشعب التونسي التي تتمثل في التشغيل، التي تتمثل في الكرامة، في بث الروح، في المشاريع المعطلة، وكذلك في القيام بالإصلاحات الاقتصادية. بالنظر إلى أن الجمهورية التونسية بكافة مناطقها تعيش العديد من الأزمات الاقتصادية، هناك غياب للعدالة الاجتماعية، هناك غياب كذلك للتنمية داخل مناطق الجمهورية التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية. الانتظارات كثيرة، عدد المترشحين كثير جدا بالنظر إلى أنه يترشح لهذه الانتخابات حوالي 1500 قائمة وبما يفوق 15,000 مترشح للسباق من أجل الفوز ب 217 مقعدا في البرلمان التونسي. طيب، الذي سيكون من مهمته تشكيل الحكومة القادمة. طيب، وكذلك رسم الاستراتيجيات التنموية الاقتصادية اللازمة للبلاد التونسية. هل تتوقعين مبروك خذير أن يكون التصويت عقابيا كما كان في الانتخابات الرئاسية الأولى في الجولة الأولى؟ أظن أنه سيكون هناك تصويت عقابي، وهذا ما شهدناه في الدور الرئاسي الأول، ثم سيتواصل هذا خلال هذه الانتخابات. بالنظر إلى العديد من التقارير التي قمنا بها في الميدان خلال الأيام الأخيرة في تتبعنا للحملات الانتخابية، هناك قناعة لدى الكثير من الناخبين التونسيين أنهم لن يصوتوا للأحزاب التي كانت موجودة في السابق في البرلمان التونسي. سيقاطعون كذلك رموز النظام الذي حكم تونس بعد الثورة، وسيقاطعون مجموعة النواب الذين كانوا موجودين في البرلمان التونسي، والذين يعتبر المواطن والناخب التونسي أنهم قد عجزوا على تلبية مطالب الناخب التونسي. هناك توجه نحو قائمات مستقلة ووجوه سياسية جديدة لعلها تكون قادرة على أن تحقق مطالب الناخب التونسي. هناك تشتت كبير بالنظر إلى
عدد الغزير من المترشحين. هناك كذلك للأسف عدم دراية بالبرامج الانتخابية للعديد من المترشحين، وبالتالي هناك منحة لأن يكون هناك في البرلمان التونسي تشتت كبير في الأصوات، ولكن هناك طيب. كذلك أحزاب، وأذكر هنا بالتخصيص حزب قلب تونس وهو حزب المرشح للرئاسية الثانية نبيل القروي والمتهم في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال. هذا الحزب يبدو أن لديه حظوظا وافرة بالنظر إلى عدد الكهول والشيوخ الذين توجهوا لمكاتب الاقتراع. جمعية عيش تونسي كذلك كانت موجودة وحاضرة بقوة في الميدان، ويبدو أن حظوظها ستكون وافرة، إضافة إلى العديد من القائمات المستقلة التي تضم شبابا صغارا. يبدو أن بعض الشباب الذين يصوتون اليوم يأملون أن يكون هؤلاء الشباب كوجوه جديدة في المشهد السياسي الجديد، قادرين على القيام بالإصلاحات التي ينتظرها شباب تونس. وبالتالي أعتقد أن البرلمان القادم سيكون فيه تشتت كبير بين قائمات ائتلافية وقائمات قائمة حزبية وكذلك قائمات مستقلة. طيب. وهو ما سيصعب في الحقيقة الأمر في تشكيل الحكومة القادمة وفي رسم المشهد السياسي القادم في تونس، في انتظار طبعا مبروكة. الدور الرئاسي الثاني الذي يتم الاقتراع له يوم الأحد القادم. نعم. كذلك ربما هذا الزخم الكبير من المحطات الانتخابية وتداخل المحطات التشريعية مع المحطة الرئاسية صنع تشتتا في ذهن الناخب التونسي واختلطت به الأوراق، وبالتالي أظن أنه هناك طيب مبروكة. تشتت في ذهن الناخب التونسي ومحطات متعاقبة، ولكن دعني أقول أن نعمة الانتخاب ونعمة الاقتراع طيب. الجميع بالحديث عن الانتخابات والتنظيم هو من سيقول كلمته في هذا طيب. السياق. انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية، مبروك خذير، هذه تحديات كبرى. برأيك هيئة الانتخابات هل استطاعت أن تكسب الرهان؟ عفوا لو أعدت السؤال لو سمحت. طيب نتحدث عن يعني الإجراءات التنظيمية من قبل هيئة الانتخابات. هنالك انتخابات رئاسية قبل يعني قرابة أسبوعين، اليوم انتخابات تشريعية. من حيث التنظيم هل الهيئة استطاعت أن تكسب الرهان وأن تتجاوز كل هذه التحديات الكبرى من حيث التنظيم؟ سؤالك في محله، وهو السؤال الذي تم طرحه منذ البداية، منذ أن توفي الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وبدأنا نتحدث عن انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بدأ الحديث عن مدى قدرة هيئة الانتخابات على أن تنظم بشكل جيد هذه المحطات الانتخابية المتعاقبة. إلى حدود اليوم، إلى حدود هذه اللحظة، نجحت هيئة الانتخابات في أن يكون هناك تنظيم جيد ومحكم للمحطة الانتخابية. كان هناك في كل لحظة يعني تحيين للقائمات، تحيين كذلك للنسب، كان هناك الجميع وآلاف الملاحظين الحاضرين في مكاتب الاقتراع من أجل رصد التجاوزات الانتخابية التي يمكن أن يتم اقترافها في هذه المحطة الانتخابية التشريعية، وفي السابق في الدور الرئاسي الأول وكذلك في اللاحق. أظن أنه إلى حد اللحظة هيئة الانتخابات نجحت في تنظيم هذه المحطات ونجحت في رفع التحديات رغم المهمة الجسيمة التي توكل على عهدتها، رغم كثرة المترشحين، رغم كثرة القائمات، ورغم كذلك الحيز الزمني الضيق الذي عملت فيه. ولكن إلى حدود هذه اللحظة الهيئة تقوم بواجبها، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة جدا وهي جمعيات المجتمع المدني التي كانت حاضرة بقوة من أجل الرقابة ومن أجل فرض الملاحظة ومن أجل رفع العديد من التجاوزات التي تم رصدها طيب. خلال سؤال أخير مبروك هذا اليوم أخير. من الاقتراع أو كذلك في الانتخابات الرئاسية في دورها الأول. ما زالت تونس تنتخب وما زال هناك محطات لاحقة نرجو أن تتم طيب. في كنف السلم وفي كنف طيب. الديمقراطية والشفافية مبروكة. والنزاهة المطلوبة من أجل أن يقول الصندوق كلمته مرة أخرى في تونس، ومن أجل أن يتحقق الانتقال الديمقراطي، سيما ونحن نتحدث اليوم على أن هناك منحة نحو المس من الانتقال الديمقراطي في تونس طيب. هناك مبروكة إذا كنت تسمعين اليوم للتشكيك في العملية الانتخابية، رغم أننا شاهدنا في الدور الأول شفافية مطلقة
مطلقة وإقبالا على صناديق طيب. الاقتراع اليوم كذلك في الانتخابات التشريعية، وبالتالي هناك تجيش وهناك محاولة ربما للتشويش على العملية الانتخابية، ولكن يبدو أن مؤسسات الدولة التي تراقب هذه العملية نجحت في هذا التنظيم، وهي قادرة على أن تقودنا لدور رئاسي ثاني تنتهي به هذه المحطة الانتخابية، ويختار فيه التونسيون برلمانهم ورئاستهم طيب. ويمرون إلى ما يمكن أن نمر إليه من إصلاحات طال انتظارها خلال السنوات الأخيرة. هل تستمعين إلي بشكل واضح مبروكة؟ نعم أنا أسمعك. نعم طيب في دقيقة سؤال أخير، الأغلبية في البرلمان الماضي كانت للنهضة، هل تتوقعين أنه حتى هذه الانتخابات تكون فيها أغلبية للنهضة؟ أعتقد أن حركة النهضة ستكون حاضرة بقوة في البرلمان الجديد، ولكن دعني أقول أن حظوظها مقارنة بالسنوات الفارطة سواء في المجلس التأسيسي في 2011 أو كذلك في انتخابات 2014 لن تكون هي نفسها حظوظها خلال هذه المحطة الانتخابية. حين خرجنا إلى الشارع التونسي هناك تخوف كبير من حركة النهضة، هناك من يقول أننا لن نصوت لأحزاب كانت موجودة في سدة الحكم خلال السنوات الأخيرة، وهنا أعني حركة النهضة وغيرها من الأحزاب التي يعتبر الكثير من التونسيين أنها فشلت في إدارة المرحلة السابقة للبلاد التونسية واللاحقة للثورة التونسية. شكرا جزيلا. وبالتالي ستكون موجودة، ولكن نعم. أعتقد أنها ستكون موجودة إلى جانب أحزاب أخرى وإلى جانب كذلك مستقلين أظن أن حظوظهم وافرة في البرلمان الجديد. شكرا جزيلا لك، مبروك خضيرة الصحفية التونسية زميلتنا العزيزة، كنت معنا بصوت والصورة من تونس. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقة لايف لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.